الوضع الأول كان صعب. من حوالي سنة ما كانش فيه أسفلت، كانت الدنيا بالليل ضلمة ضلمة كحل، ما كانش الواحد آمن يعني إنه يطلع. لما كانت الدنيا بتمطر علينا كنا بنغرق وما نعرفش نمشي، يعني تلاقي الدنيا بره البيت روضة، مجرد انك تطلع من البيت كده ما تعرفش تطلع. كانت الدنيا متبهدلة، الصرف كان تعبان، يعني العيشة كانت صعبة. عشان ما تتأخرش على المدرسة. حاضر يا ماما. ركز يا خالد في دروسك. حاضر يا ماما. الطوارئ بقالها حوالي سنة، كل حاجة صغيرة. الكاس والتخت كانت متكسرة دلوقتي جديدة. الأستاذ كان بيكتب على السبورة كانش الحروف باينة، كان مش بنشوف حاجة دلوقتي، وقالوا نشوفه جديد وبيكتب ونشوفه وننقله. أكبر عاوز أطلع دكتور أطفال. النهارده هنختبر خد درس مساحة المربع ومساحة المستطيل، هناخد عليه سؤال، ولو عندي مربع طول ضلعه 5 سنتي عايز نجيب مساحته، مين يعرف؟ ماشي يا خالد، الرقم كام؟ 25 سنتيمتر مربع. برافو عليك يا خالد، برافو، شاطر خالد. أنا أول واحدة بنصحى في البيت بصحي جوزي أول حاجة، بضطر بروح شغل، وبعد كده خالد يروح المدرسة. هو خالد الأول طبعاً كان بيبدأ لما بروح المدرسة كنت بنبقى قلقان، عشان لأن الأول كان بيجي يقول يا ماما سواع الحتت من السقف بتقع علينا، السلالم كان ممكن يقع من على الدرجة يتعور، نبقى قلقان عشانه خالص. دلوقتي الحمد لله هو أصلاً بيبقى حابب إن هو يروح المدرسة. كنت بنبقى قلقانة عليه لما بيطلع في الشارع، دلوقتي بقى جد مطمئنة عليه لأنه الشارع أصلا دلوقتي بقى أمان نظيف، مسفلت ما عادش فيه قلق منه. جيت من المدرسة يا خالد؟ الحمد لله على السلامة. عملت إيه في المدرسة؟ الحمد لله. كله تمام؟ تمام. خذي الأكل وأديه لأبوك في الغيط. أنا مزارع على دراعي، أنا عندي قطعة أرض صغيرة بنزرعها. الأرض بنزرع شوية قمح شوية ذرة. شوية عباد يعني. طبعا كنت لازم ما تكفيش احتياجات بيتي واحتياجاتي. فبنضطر بقى ايه نطلع نشتغل عند جاري، عند حد عنده شغل ايه يومية كل يوم مثلا، بحيث ايه يعني نجيب يومية ده ايه يعني على دراعي. نجيب رزق يوم بيوم زي ما بيقولوا كده. عملت ايه في المدرسة النهاردة؟ حلو. تمام يعني؟ تمام. هتروح النادي؟ هتروح النادي بس ما تتأخرش بالليل. أنا عضو في الجمعية الزراعية في منطقة زاوية الصدر، قدمت عشان نترشح على الناس اللي أنا منهم عشان نحل مشاكلهم. طبعاً العمل العام ده أنا مبسوط منه لأنه عمل تطوعي، نبقى أنا نفع لغيري وعمل خير بعد كده نستفاد بيه عند ربنا. الخدمة الجماعية بتقدمها للفلاح بتوفر له الأسمدة، بتوفر له التجاوي، بتوفر له المبيدات، لو في مشكلة ولا حاجة بتحلها له. ده العمل ده كله عمل الجمعية وعمل الأعضاء. عايزين نعرف وسائل تطوير وترشيد الري عشان نشرحها للفلاح يستفيد منها. احنا نقدر نكلمهم عن الري بالتنقيط، بيحتاج فيه مضخة رئيسية موجودة عند مصدر المياه
تاني حاجة محتاج خط مواسير بيتركب على سطح الأرض. تالت حاجة ودي نقطة مهمة خالص، بتبقى عندي حاجة اسمها نقطات، النقطات دي بتبقى متركبة في خط الايه المواسير اللي موجود عندي. جزء من عمل التطوعي من قبل الفلاحين نرشدهم على الأسمدة، نرشدهم على مشكلة في الزراعة، مشكلة في الأرض. أنا عندي بذرة في إصابة كده في الدودة بتاكل من قلبي كده. ما بلعمتهوش أو رشيته أو؟ بلعمته قبل كده ورشيته بس الإصابة بدأت تنزل. طب في ريحك برسيم؟ ريح مني برسيم. تمام، ان مشكله البرسيم بيعمل فاكس ايه، فراشه بتفكس في الذره بتشغل الدود، يعني بعد يومين ثلاثه من الرش او التبلعيم تبص تلاقي الدوده اشتغلت تاني. دي مشكله. المشكله الثانيه لو ارض بطاطس الموضوع اصعب، فانت ممكن تكون رشيت حاجه ضعيفه. في الشارع وعلى الطوب وكل الكعب اللي بيتكسر ما كناش بنعرف نلعب خالص. دلوقتي انا بتدرب في مركز شباب اللي في البلد. الارض الاول في المركز كانت بايظه، كان عاملينها اسمنت وكان فيها مطبات. دلوقتي بقى فين جيلي بنعرف نلعبه والملعب مساوي بنعرف نلعبه. يعني هنا زمان ما كانش فيه الا مدرب واحد، دلوقتي بقى فيه مدربين مش مدرب. انا بحب ميسي ومبابي ومحمد صلاح، بحب العب مهاجم. التغيير ما ننكرهوش، الاول كان الصرف يعني صرف اهالي، اللي عنده ابار زي حالاتي كده يعني ايه عشان خاطر تستعمل الميه تستعملها بالحكمه. لما جه الصرف اشتغلت براحتي. عواميد الإنارة دلوقتي حسستنا بالأمان، يعني أنت ماشي أنت تروح أي مكان بالليل زي بالنهار. كنا فاكرين إن المعيشة اللي إحنا كنا عايشينها عادي، الناس كلها عايشة كده، أنا زي جاري زي ده زي ده، فعرفنا إن ده ما كانش عادي. البيت دلوقتي اتغير عن الأول خالص. الأول ما كانش في مية في البيت، كنت بملى من عند جيران. دلوقتي الحمد لله المية بقت في البيت، والمية نفتح الحنفية نغسل مواعيني وأنا مرتاح عن الأول خالص. الحيطان ما كانش متمحرة، الشبابيك ما كانش زي ما هي موجودة دلوقتي. الشبابيك دلوقتي بقت تمام، وسلك وجزاز وشيش. أحلى حاجة في الدنيا إن أحس إن أنا عايشة حياة كريمة. Thank you.